لآلئ المرجان هو نسائم الإيمان، يسمو نداها ويقطر شذاها مع كل آية من القرآن. يا أهل الله وخاصته ويا ضيوف رحمته، أهلا وسهلا بكم على بساط النور والجمان في رحلة إلى الجنان مع منتديات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. كلام الرحمن الأبلغ في كل زمان ومكان. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر؟ 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 وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر.
المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن علم القرآن
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والأرض والنخل
والحبذا العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولقد الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي رين يلتقيان مرج البحرين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟